حاجة حلوة ومشرفة وفرحانين بيها وفخورين بيها مستوى التحكيم المصري حتى الآن في كأس الأمم الأفريقية. عادة يعني أي مباراة بيبقى فيها منافسة وفيها بطولة كبيرة زي كأس الأمم الأفريقية المنافسين بيطلعوا يتكلموا على الحكام. المباريات اللي أدارها حكامنا المصريين حتى الآن مفيش حتى سطر اتكتب عن أي قرار شافوا المنافسين مثلا أو شافوا اللي بيتنافسوا إنه كان قرار مثلا خاطئ. لا عايز اقول لك، لا في كتب بس اتكتب بشكل ايجابي. ايوه يعني انا مش بتكلم، انا ما بتكلمش على الايجابي، بتكلم على السلبي. الحمد لله ما فيش سلبي. لا الحمد لله. لا عايز اقول لك يمكن التحكيم المصري هو الصوره المضيئه في البطوله. صح. وخلينا نقول السبعه الموجودين بدايه من امين عمر ومحمد معروف وامين ومحمد معروف وعندك كابتن محمد عادل، محمد عادل طبعا، وعالفار محمود عاشور ومحمود البنا. صحيح. واحمد حسام طه ومحمود ابو الرجال. صحيح. اداء من احسن يعني النهارده محمد معروف بيكمل السيمفونيه الجميله. صح. الاداء راقي جدا. مش عايز اقول لك، عايز اقول لك ان حازوا على اعجاب جميع الدول الموجوده في البطوله، يعني كله بيشيد بالتحكيم المصري، كله يتمنى ان التحكيم المصري يكون متواجد في اللقاءات اللي هم بيخوضوها. ده انتصار كبير جدا مش للتحكيم، لمصر في هذه البطوله. كلنا سعداء باللي بيقدموه، فرحانين ومبسوطين، وان شاء الله كده يكملوا كده ويظهروا بنفس الصوره الجميله ويدوا صوره للتحكيم المصري اللي طالما تعرض لنقد كبير جدا. هجيلك في دي، بس الحكام المصريين مشاركتهم بالعدد ده في كاس الامم الافريقيه دي حاجه مشرفه جدا، ان هم كمان يشاركوا زي ما حضرتك بتقول كده، انه يبقى المنتخبات عايزه حكام مصريين هم اللي بيديروا المباريات، فدي حاجه مشرفه جدا جدا جدا. اكيد طبعا. مش عايز اقول لك ان الصوره مضيئه فعلا بجد. تتواصل معاهم يا كابتن محمد؟ في تواصل بينكم على طول؟ بنتواصل عن طريق الواتساب كتير جدا. هايل. وبكلمهم قبل المباراه وبعد المباراه. هايل. وكان ليا برضه تواصل مع محمد معروف قبل المباراه النهارده واتكلمنا على الواتس كتير جدا. بتقول لهم ايه بقى يا كابتن محمد؟ يعني النصايح بتبقى ايه؟ النصايح المعنويه. خلي بالك برضه هم وصلوا لمرحله. لا مش بكلمك عن النصايح الفنيه خالص. انت راجل عندك خبرات عظيمه جدا في بطولات. دايما بقول لهم حتى واحنا في الامارات كنت بتكلم معاهم ان ان دايما بنلعب باسم بلدنا، ولما تلعب باسم مصر مش عايز اقول لك ان حجم المسؤوليه بتبقى عامله ازاي. صحيح. بلدك اللي انت بتحبها، اللي انت عايز توصل لاعلى مكان واعلى نقطه تقدر توصل لها، بكلمهم دايما على الحته دي، لان الحته دي خلي بالك بتدخل عليهم، بتدي شكل ايجابي كبير جدا. يلعبوا لاسمهم، يحطوا العداله قدام عينيهم، لان دايما ربنا بيكرم ما دام انت شايف، حتى لو في اخطاء لا قدر الله، بس دايما ربنا بينصرك وبيوفقك. فدايما الثلاث نقط دول بحسهم عليها وبنتكلم دايما في الثلاث نقط دول. عشان كده اللي انا شفته في البطوله دي كان يعني، واحنا في الامارات كنا قبلها باسبوعين، مش عايز اقول لك كميه الانضباط اللي كانوا موجودين فيها. صح. كميه التواجد يعني، حتى واحنا كنا بنروح التدريب مثلا الساعه 5 ونرجع اليوم اللي بعده محاضرات نظريه، كانوا بيستغلوا حتى الاوقات الثانيه يطلعوا يزودوا مثلا في صاله الجيم، في حب بينهم ومن بعض. فكنا عايشين كاسره واحده، ودايما ربنا ما بيضيعش مجهود اي حد. صح.